أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري عن حرص الدولة على تعزيز علاقات الأخوة الصادقة والتعاون المثمر القائمة مع جمهورية مصر العربية في شتى المجالات، مؤكدا الحرص على الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب وتنويعها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها. سامح شكري أثنى بدوره على عمق العلاقات التي تجمع بين تونس والقاهرة، مثمنا الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جمهورية مصر العربية والتي كان لها دور فعال في انعقاد الدورة 17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، والتي أثمرت توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات متعددة، كما شدد على استئناف المشاورات السياسية. سوف نستمر في هذه المشاورات، تناولنا التحديات الإقليمية والعمل المشترك فيما بيننا وبين أشقائنا في تونس هي التي تعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات في أجواء مضطربة، أيضا التكامل فيما بيننا في الأجواء الاقتصادية الضاغطة الراهنة من شأنه أن يعزز من قدرة كل منا على مواجهة وتجاوز هذه التحديات. واعتبر وزير الخارجية المصري أن الرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين التونسية والمصرية تسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي، وهي إرادة قائمة على وحدة الرؤية والهدف، مشيرا إلى أن مواجهة التحديات والإقدام على الإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتم عبر تكثيف التشاور واللقاءات. الحوار السياسي مرة أخرى أكد وجود أرضية مشتركة من التفاهم والرغبة والإرادة السياسية للعمل المشترك لمواجهة التحديات. كان جزء وفير من هذه المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، ووجود رغبة للارتقاء بالعلاقة في كل هذه المناحي. وكان لوزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار لقاء مع نظيره المصري سامح شكري بمناسبة انعقاد لجنة التشاور السياسي في دورتها 15، حيث شدد وزير خارجية البلدين على أهمية الإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المنعقدة بتونس، فضلا عن إجراء تقييم شامل لمجالات التعاون مع التأكيد على استحداث نسق عقد اللجان الوزارية والقطاعية والفنية.